عليكم السلام. الحمد لله طيبين يا دكتور. إن شاء الله الامتحان يكون سهل وبسيط بإذن الله، ودرجات تبقى كويسة. بالنسبة للفارما الدنيا طيبة، أسئلة سهلة وبسيطة، وإحنا هما ثلاث محاضرات سهلين يعني إن شاء الله. إريكتال ديسفانكشن خلاص إحنا خلصناها. عبد الرحمن كان بعت لي، وفي واحدة كمان أعتقد جينين بعتت لي. زودنا على عبد الرحمن بس التيبل حق الدراج ذات كوز إريكتال ديسفانكشن، مش كلهم، بعض الأدوية فيه. لو كان عبد الرحمن زودهم خلاص ذاكروا منه. هنبدأ بس اللي عنده أي سؤال بقى في المحاضرات الباقية يتفضل. عندكم سؤال في المحاضرة دي؟ دكتورة. نعم. بالنسبة للمحاضرة هذه ما أدري إذا مثلا تقدري تعطينا أو إيش النقاط اللي يعني نركز عليها أو شيء. ما احنا كنا قلنا يعني كله مهم بصراحة. ما في حد كان بعت لي برضو تلخيص ليها، فأنا قلت لكم لا المحاضرات، لأن الإركتال ديسفانكشن كان فيها كلام يمكن ما يخصناش احنا كفارماكولوجي فشلناه، كلام فيسيولوجي، كلام عام، كلام سيكاتري، لكن المحاضرة دي بصراحة كلها مهمة، ما فيش ولا كلمة فيها مش مهم، فأنا مش ما أقدرش أشيل منها بصراحة أدوية خالص. عشان لما حد بعت لي التلخيص قلت لهم لا، ما تلخيص يوم الامتحان الصبح اوكي، لكن الاكتال ديسفانكشن بس اعتمدنا في التلخيص. غير كده دكاتره بصراحه كله مهم، كله لحد اخر كلمه، لحد السيبروتيرون. يعني السيبروتيرون ده متوقع ينزل في سؤال كله. طيب غير قول. طيب دكتوره، بما ان 20 سلايد ممكن بس نمشي عليهم بسرعه. نمشي عليهم. طب اقول ايه يعني؟ انا همشي بس مش هتكلم، اللي انتوا عندكم سؤال فيهم قولوا لي. ها ما احنا قلنا الأوكساندرولون دول أنابوليك، كان الفكرة في السينثيتك أندروجين أخد التستوستيرون ده ليه أندروجينيك إفكت وليه أنابوليك إفكت، يمكن جد بعض بيساوي بعض. طب أنا عايز أستفيد أكتر من الأنابوليك إفكت، فطلعنا أدوية زي الأوكساندرولون. تمام، الأوكساندرولون ده لاستخدامات احنا قلنا مين اللي بيستخدم عشان يزود البون جروس علشان في البيرن. تمام، لكن الدنازول ليه الثلاث استخدامات دول ما يطلعش عنه؟ يعني انا مثلا في الاوكساندرولون والنانودرولون يستخدموها في السيفير بيرن نفس استخدامات التستوستيرون او اكتر كمان، لكن الدنازول ملوش استخدامات. يعني مثلا لو واحد عنده سيفير بيرن، عنده حرق من درجه جسمه كله، فانا استخدم فيه الدنازول؟ لا، الدنازول ده لان ليه بروبرتي مختلفه شويه عن التانيين. الدنازول لانتي جوناتروبيك اكتيفيتي وويك اندروجينيك اكشن وكمان سيتوكروم انهيبيتور، فعشان كده بدا يتحط في كاتيجوري مختلف اللي هم مش عارفه اجيبها بكلمه واحده الخصها اي اف اتش مش عارفه، بس اندوميتريوزس فايبروسيستيك بريست هيرديتري انجيو اديما. ان الاوكساندرولون ما استخدمش فيهم اصلا. طب ليه؟ لان الدنازول ليه هاز ان بروبرتي رازر زان ات از ان انابوليك استيرويد، لأنتي بيمنع البيتويتري ال اتش و اف اس اتش، وبالتالي استخدم في الاندوميتريوزس والفايبروسيستيك بريست ديزيز. تمام، فالبروبرتي حقه دي خليته ليه استخدامات مختلفه عن اللي قبل. هتقول لي هل الدنازول زي الاوكساندرولون؟ لا لا، مع ان هو سينثيتك اندروجين، لكن مش لازم الدواء اللي احنا اكتشفناه او اخترعناه يبقى بنفس الاب مختلف عليه، ليه بروبرتي مختلفه. سو ات هاز ديفرنت يوز. وصلت؟ يعني مثلا لو انا قلت في نرجع للاندروجين، هل كل استخدامات يعني هل دي هي شوف الانابوليك استرويد دي او الانابوليك افكت دي حق الاوكساندرولون اكتر، وتستوستيرون على فكره برضه بيستخدم، لكن الاوكساندرولون لان ميجر انابوليك افكت. تمام، فده كل الاستخدامات حقهم هم، لكن بدانا نفصل بقى ان دواء زي الاوكساندرولون بما انه ليه انابوليك افكت يبقى اكيد هيستخدم في انابوليك اكشن. دواء زي الدنازول لا، ده بقى مختلف فيستخدم في ديفرنت يوز. وصلت يا شباب؟ طب حد عنده سؤال تاني؟ يلا بسرعه كده، هنركز على كل المحاضره، ما فيهاش كلمه هنسيبها، معلش مهمه جدا ادويه، فمهم. واحنا كنا بنشرح في المحاضره
قلنا حرف الاف مش عارفه ايه حرف كده يعني. ها حد عنده سؤال تاني؟ ما اعتقدش ان هي يعني على فكره الاسئله دايركت جدا، دايركت خالص ما فيهاش كلام. فانا عايزه اللي عايز يعوض يعوض المره دي في الفرن ان شاء الله يعني، ما في مش هيبقى فيها اسئله صعبه، اسئله كلها دايركت واحنا ما شاء الله مذاكرين وشطار. ها طبعا الاتندنس قليل، الاتندنس في كاس العالم ان شاء الله احنا عايزين ناخد الاشي 12 هنا ما شاء الله. دكتور عندي سؤال في الدرس الثاني. طيب هجيبها. انفيرتيليتي. انفيرتيليتي. استنى حاضر خليك معي. فين مفتوح عندي اهي. انفيرتيليتي مقسمه نصين صح؟ فاحنا نتوقع في اسئله هتنزل في الانفيرتيليتي وفي اسئله هتاثر على اليوتراين ماسل كدرج هيعمل كونتراكشن او درج يعمل ريلاكسيشن. فبقى عندنا في المحاضره دي هنركز على التو بوينت دول، ما نسيبش فيهم حاجه. متوقع ينزل فيها سؤالين، في كل بوينت ينزل سؤال. الكلوميفين ما اعتقدش ان هو ينزل فيه، خلاص جبناه. نركز بقى على كل الادويه اللي بعده جدا 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 جدا. يعني متوقع ان اول تو سلايد هينزل فيهم سؤال تمام، وبعدين الاوتراين ماسل سموس ماسل افكتنج دراج هينزل سؤال في الادويه اللي هتزود الكونتراكشن والادويه اللي تمنع الكونتراكشن، اللي هو اسمه ايه، اسمه ايه اللي يعمل انهيبيشن للكونتراكشن، اسمه ايه يا دكاتره، اسمه رايت تو درين جايني بور شطار. طيب اللي كان عنده سؤال يلا يا دكتور اتفضل. سؤالي دكتور عن الفيرست تشويس والسكند تشويس، هو مش في الحاله هذه اكزيتوسن هو مش هيجي قوي، بس انا كنت بقولها لكم لان انتوا شطار ما شاء الله عليكم، فانا حابه ازود لكم المعلومات شويه. الاكزيتوسن هو فعلا فيرست دراج اوف تشويس، اكتر دواء في وانت في الامتياز في كشك الولاده هتلاقي الاكسيتوسن. عارف ليه؟ لان هو شبيه اللي هو اسمه السنتوسنون، هو زي بتاع الجسم بالظبط. فانا لما اقدر اطلع ماده شبيهه بجسمي حلو جدا، وكمان هو بيستخدم لشورت ديوريشن مده الولاده، فحتى لو ليه ادفيرس افكت مش هتبقى خطيره على اللونج تيرم. يعني انا عايزه اوصل لك قصه الادويه في الطب، كل ما كان الدواء شبيه باللي في جسمي كل ما كان كويس. ويدي له ميزه كمان ان الاوكسيتوسين ده مش دواء، مش هرمون بيطلع طول العمر في جسمي، ده بيطلع بس لما يكون في ليبر، فانا بس محتاجه في الوقت ده. عشان كده هو فعلا ذا فيرست دراج اوف تشويس، كل ما كان الدواء ماي ميك اتس اونر يبقى ات ذا بيست. لو كان نفس الاستخدام واحده بتولد ايه اللي بيطلع في جسمها؟ اوكسيتوس. طب لو عرفت ان انا اطلع ماده شبيهه بيه واستخدمها 100 100 صح ولا لا، يبقى الفيرست دراج اوف تشويس هو الاوكسيتوسين. بصراحه بعده هو البروستاجلاندين. اوكي بروستاجلاندين يمكن مشكلتها شويه ان هي غاليه، مشكلتها ان هي غاليه. وبعدين الارجوت، الارجوت ده انا شفته اكتر بيستخدموه في البوست بارتم هيموريش، يعني انا ما شفتوش بصراحه برضو في عنبر الولاده. شفته احنا بنكتبه للفيميل بعد ما تولد عشان امنع البوست بارتم هيموريش. فنحفظ الثلاث ادويه دول جدا. يبقى بالترتيب لو انا فعلا عايز بقى ابقى التوب، يبقى ايه، اوكسيتوسين، 2 بروستاجلاندين انالوج، دول مشهورين خالص بس مشكلتهم دول ان هم غاليين شويه. وبعدين 3 الارجومترين. حتى هو هنا كاتب هو برضو الارجومترين يستخدم في بوست بارتم هيمور بريفنشن وتريتمنت. تمام. انت كنت عايز تشوف which the most drug is preferred صح؟ ايوه يا دكتوره. والجزء الثاني بالله يا دكتوره اللي هو الاخير فيه اللي هو سلكتيف دراجز، في حاله اذا زودناهم يتحول الى نون سلكتيف. قلناها اي دواء في الفرم، اي دواء سلكتيف على ريسبتور لما زود الدوز يبقى نون سلكتيف. حد سالني ليه، ايه الفكره يعني؟ طب ما انا لو زود الدوز المفروض يبقى مور سلكتيف صح، ليه يبقى نون سلكتيف؟ الريسبتور في حاجه اسمها ريسبتور ساتوريشن، انا بوصل لتركيز معين بعد مهما زود خلاص الريسبتور مش بيحصل لها اكزايتيشن او انهبش. طب الدواء يعمل ايه وانا عماله ازود في الدوز؟
خلاص بعد ما كان سيلكتف على البيتا 2 يشتغل على بيتا 1، ما هو مش عارف يملى بيتا 2. بيتا 2 زي بالعربي كده حصل لها تشبع. اي دواء، اي دواء في الدنيا في الفارما في الطب ده كله، مش كل ما زود في الدوز كل ما يعمل افكت. لما بيوصل لمرحله معينه كل ما زود خلاص هو وصل ل 100% اللي احنا بنسميها الافيكاسي اوف دراج. مهما زود في الدواء خلاص، طب الدواء ده انا عمال ازود فيه يعمل ايه؟ فالدواء كان سيلكتيف يبقى نون سيلكت، وده قاعده عامه في الطب والناس، تمام؟ عشان كده الدواء ده بعد ما كان بيتا 2 يعمل لي على البيتا 1، وده بيبقى في الهاي دوز او الناس الحساسه. ساعات برضو في الطب مش لازم الجرعه العاليه هي اللي تعمل ادفيرس افكت، ودي احنا خدناها في الفيسل في الاول، ان في بعض الناس حساسين جدا لجرعات فيري لوم دراج، كنا نسميها دراج انتوليرانس. انتوليرانس يعني ايه؟ انت ممكن تاخد لو دوز او نورمال دوز اوف دراج، وانا اخد نفس الجرعه واحنا اتنين عندنا صداع، يعمل فيا افكت وما يعملش فيك اي افكت. ممكن انا عندي دراج انتوليرانس، او يعمل فيا ادفيرس افكت عاليه وما يسويش فيك حاجة لأن أنا عندي دراج انتولرانس حساسة للدواء، تمام؟ وصلت كده موضوع السيلكتيفيتي، ودي قاعدة عامة مش عارفة ده. عارف امتى مثلا بيتا بلوكر؟ احنا دايما الناس اللي عندها الضغط تاخد بيتا 1 سيلكت، زود شوية في الجرعة الدواء ما جابش نتيجة، فالدكتور ask you to increase your dose، تلاقي المريض بدأ يشتكي من أعراض إن الدواء قفل بيتا 2. ليه؟ لأن عرفنا في الفارما increase the dose lead to loss of selectivity. تمام يا دكاترة؟ ها حد عنده أسئلة تانية في المحاضرة دي؟ الحمد لله الكلام واضح وسهل وبسيط، وأنا عارفة أنتم ما شاء الله عليكم ذاكرين كويس، نركز على كل كلمة، تمام؟ واحدة راحت تشتكي للدكتور إن هي عندها infertility، فسولها تحاليل لقى عندها هايبر برولاكتينيم. ايه الدواء اللي تدولها عشان يعالج الموضوع ده؟ برومكريبت. خلاص صح يا يوسف، يبقى احنا كده خلاص عرفنا. واحده راحت عندها انفيرتيليتي، عملنا لها سونار اكتشفنا ان عندها بوليسيستيك اوفري سندروم، ووتش اوف ذا فولوينج دراج كود بي يوز، ميتفورمين، سيلوفاج. طيب لو انا هينزل سؤال جوناتروبين ريليزنج هرمون، اوكي for infertility they are used in continuous dose أو high dose ولا pulsatile dose. short acting تبقى pulsatile، بديها بجرعات قليلة المدة صغيرة، لو اديتها بجرعات عالية المدة طويلة تتحول من agonist لإيه يا يوسف؟ antagonist. برافو عليكم، وصلت كده يا شباب؟ ها حد عنده سؤال تاني؟ مريض عنده بيشنت جالك في عياده الاندرولوجي عنده اريكتايل ديسفانكشن، اول دواء تكتبه له بلا كلام بلا نقاش على طول الفياجرا، صح كده؟ طيب ايه الادويه اللي تتمنع تتاخد مع الفياجرا؟ لو هو كبتين يبقى النيتريتس على طول. ليه؟ عرفنا ان الدواء ده فازودايليتور، والنيتريتس فازودايليتور يعمل سيفير هايبوتنشن، حتى لو جاله أنجينا ما اديلوش ايه برضو، لان النيتريتس هي الفيرست لاين في علاج الأنجينا. ابعد عن مين؟ عن النيتريتس. طيب في شويس تاني؟ لو ما جابش نتيجه، هو دايما الفياجرا على فكره افكتيف، بس احنا بنخاف من الفياجرا لو في كونترا انديكيشن او في بريكوشن، مريض عنده هايبوتنشن، مريض عنده أنجينا، صح كده؟ فممكن اديله دواء كومباينيشن ثيرابي او اديله ادويه تانية. قلنا بناخد الايبومورفين، واعرف كل دواء بيشتغل على اي ريسبتور، ما ينفعش اديله البروستاديل باي ميثود هو عايزها، واعمل له كومباينيشن ثيرابي بالالفا بلوكر سواء كان الفينتولامين والكلوروبرومازين، دول نون سيلكتيف الفا بلوكر، نون سيلكتيف الفا بلوكر، تمام؟ انا فاتحه بس مش انفيرتيليتي، ده انا بشرحها كده من دماغي، انا فاتحه لسه دي محاضره دي الانفيرتيليتي قصدي المفتوحه، ما مش فاتحه للريتيل ديسفانكشن. هنركز على اول جدول، اوكي؟ الدراج كارديوفاسكولار دراج والباركنسونيزم والايه ايه كمان يوسف، احنا قلنا اربعه صح، والجي اي تي والباركنسونيزم والهرمون ايجنتس هرمون، اي هم اربعه كده وخلاص، اهمهم هم الكارديوفاسكولار. ليه؟ لان احنا خدناهم قبل كده، والهرمون سهل لو خدت دواء بيقفل الاندروجين، ونبدا بعد كده
من أول الفياجرا، نشيل السلايدات دي كلها ونبدأ من أول الفياجرا كل دواء، نشوف الميكانيزم وفي أكشن حقه. الكفرست شويس ما فيش، لأنه الفياجرا هو الطب. بعد كده كلهم كومبينيشن سيرب، ونشوف الأدفيرس إفكت اللي بيسويها لو كان فيه. تمام؟ فأنا هينزل سؤال في الامتحان، واحد عنده إركتايل ديسفانكشن، ديت له أنت دواء بيشتغل على الألفا ريسبتور، مين؟ أعرف إنه كلوربرومازين ده دواء دوبامين أجونست، يبقى مين الدواء؟ يبقى مورفين. دواء بيشتغل على الفوسفودايستريز إنزايم، اتنين دراج بيشتغل على الفوسفودايستريز، مين؟ ها؟ أيوة الألبروستاديل ده بروستاجلاندين أنالوج. في دواء بيشتغل فوسفودايستريز اللي هو اسمه إيه؟ اللي هو بابافيرين. بابافيرين والأولاني طبعا اللي هو الفياجرا، ما الفياجرا ده فوسفودايستريز 5 انهيبيتور، صح؟ بعتوه دراج بس وخلاص. محاضرة سهلة ولذيذة وما فيهاش كلام كتير، لخصناها في صفحة واحدة. لا ما هو دواء واحد، فمش انا قلت لكم معظم ادويه السي ان اس مش هتنزل، انا هركز على الكارديو فاسكولار والجي اي تي والهرمون. السي ان اس يعني احنا لا مش ان شاء الله مش هينزل ان شاء الله، يعني باذن الله لا، انا وعدتكم ان هي مش هتنزل لان احنا ناخدها في السي ان اس لسه يعني على كلام. خلاص فانتوا بس ركزوا احنا كنا قلناهم في المحاضره وخلاص. تمام كده يا شباب؟ حد عنده نركز واحنا في الامتحان، دماغنا ما تروحش بعيد، الاجابات واضحه وصريحه ومن الاول، اول اجابه تيجي في دماغك هي دي الصح، ما تتوهش نفسك. تمام؟ عايزاكم ان شاء الله كده نعوض اي درجات فقدناها قبل كده في الامتحان ده. تمام ان شاء الله احنا مستمرين مع بعض في اليورين، عندنا درس واحد اسمه الدايوريتكس هنخلصها، وسهله وبسيطه بس مهمه جدا 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 جدا. الدايوريتكس مهمه زي الكارديوفاسكولار دراج بالظبط، عشان كده هنركز عليها، مهمة لأن أي دكتور بيتعرض لأنه يكتب لحد دايوريتك، لكن أنت ممكن ما تكتبش لحد واحد، ممكن ما تكونش دكتور نس ودكتور أندرولوجي، لكن كلنا هنبقى جي بي، فلازم هنكتب لحد دايوريتك. تمام؟ خلاص كده؟ طيب بالتوفيق إن شاء الله، لو حد افتكر أي سؤال يبعت لي وأنا هرد عليه إن شاء الله، ولو ما ردتش يبعت لي تاني عشان أكيد هنسى. يعطيك العافية دكتور. طيب. بالتوفيق يا رب. عايزك تتعرف. ماشي؟ بإذن الله. يا ربنا يا رب يوفقكم بإذن الله يا دكاترة إن شاء الله بإذن الله. يلا شدوا حيلكم بقى في المذاكرة.